مرحبا بكل مشاهدي الكرام مرة ثانية وفي الجولة الثانية من مباراة وداد فاس والمغرب التطواني عن الأسبوع 21 من الدوري المغربي للمحترفين. الجولة الأولى كما تابعنا جميعا انتهت بتفوق وداد فاس بهدفين مقابل هدف واحد، هدفين عبد الكبير الوادي ومحمد الجنتي، هدف للوحيد لحد الساعة لفريق المغرب التطواني من توقيع وسام أو وسام البركاوي السعيد للدخول المهدي الباسل بديلا للاعب سمير كازاني اعتقد. دار المهدي الباسل يلتحق بصفوف فريق المغرب التطواني اللحظه من خلال الجوله الثانيه. اذا تغييران بصفوف فريق المغرب التطواني، حسام دين الصهاجي والمهدي الباسل لاعبين مهاجمين. حسام الدين الصهاجي لاعب مهاجم صريح ومهدي الباسل لاعب يتحرك بشكل كبير في الجهه اليمنى لفريق المغرب التطواني. تنطلق الجوله الثانيه باذن الله وبركته والكره تمرر في الجهه اليمنى لفريق المغرب التطواني وتماس اول في اللقاء او في الجوله الثانيه. سننتظر رد فعل فريق المغرب التطواني وهو الذي انهى الجوله الاولى منهزما بهدفين لهدف واحد، وطبيعه الحال رد الفعل يقابل رد فعل اخر من فريق الوداد الفاسي الذي قدم اداء راقيا وكبيرا في الجوله الاولى، كان منهزما بهدف عاد ليسجل هدفين. وفي التماس رفض الكرة، ضغط كما نتابع لفريق وداد فاس. ميل شهاب يمرر لي رحيم سعيد الكرة في منتصف الملعب الآن. يعني يعيد الكرة للدفاع لبناء الهجمة بشكل جيد، تنفذ الكرة في اتجاه عبد الرحيم السعيدي، يتدخل مهدي الباسل، بدأت بحوزة لاعبي وداد فاس. كبير الوادي يعيد الكرة للجناتي، صاجي أسبق الكرة تعود مرة ثانية، تغير الكرة للجهة اليمنى، تحرك المباراة لحد الساعة. عدنان الوردي، عدنان الوردي يراوغ، عدنان الوردي يمرر، تدخل حسن بوزكا. أميل شاب أو هذا عبد الكبير الوادي لعدنان الوردي، عدنان الوردي يغير فقط للتماس، تماس لصالح فريق المغرب التطواني. تماس ينفذ من بوشتا. تعود الكرة لفريق الوداد الفاسي، ضغط كبير كما نتابع وتماس لصالح وداد فاس. تماس ينفذ من أميل شاب. لاعب جيد ظهير أيسر. ضربة خطأ كبير الوادي، ربما أصاب لاعب بوشة في الوجه. حكم المباراة نور الدين إبراهيم. يطلب تغيير الكرة. ضربة خطا ستنفذ اللحظة من طرف عزيز الكناني. نفذ الكرة في التماس لصالح وداد فاس.
تلعب الكره كبير الوادي، تضيع الكره، يتدخل حسن بوزكر ينفذ يسدد في اتجاه خروج خاطئ غير محسوب لامين البرقادي. تدخل الدفاع، ابعاد الكره، تبعد الكره، خروج كان غير محسوب لامين البرقادي. لحسن حظ كانت هناك متابعه من لاعبي الدفاع، وبالتالي انقذوا مرماهم من كره كادت ان تكون خطيره على حارس مرمى فريق الوداد الفاسي. كما نتابع ضغط متواصل لفريق وداد فاس، وننتظر دفاع الفريق المغرب التطواني. لا شيء لحد الساعة، عمل الآن في الجهة اليمنى مهدي الباسل. مهدي الباسل مرة أخرى، اضطر لاعبو فريق المغرب التطواني لإعادة الكرة لخطوط الدفاع من أجل بناء الهجمات مرة أخرى. محمد أبرون ليكيدو، دانيال ليكيدو مرة أخرى، كبير أثمر عن استخلاص الكرة من طرف لاعبي وداد فاس. حملة مرتدة، رحيم السعيد يعيد الكرة لمنتصف ملعب الجناتي. جناتي يغير للجهة اليمنى، تمريرة لكن خارج أرضية الملعب، وبالتالي ضربة مرمى لصالح فريق مغرب التطواني. متابعة من رشيد بريغل. طاهر أيضا يشعر منطقة الدفاع وأحيانا يساند الهجوم، والدور ربما المنوط، والمفروض أن يكون في كل لاعب ظهير إمكانيات مزدوجة، مهاجم ومدافع ليس بالأمر الهين. تماس للمغرب التطواني، تلعب الكرة، حسام الدين يمرر كرة خطيرة وتسلل، يعلن حكم المساعد تسلل. صالح الحارس أمين البرقادي سعيد لتنفيذ الكرة، أمين ينفذ إجاب ريغل، يتدخل مرابط وضربة خطأ أخرى لصالح المغرب التطواني. تلعب الكرة بسرعة، تدخل عبد الرحيم شكيلير لمنتصف الملعب، غدروف يتدخل مرة ثانية بحوزة لاعبي الوداد الفاسي، تعود مرة ثانية المغرب التطواني. ضغط كبير على حامل الكرة كما نتابع، تستخلص الكرة مرة أخرى، حملة فريق وداد فاس، تستخلص مرة أخرى من لاعبي المغرب التطواني، حملة خطيرة، يتدخل أمين البرقادي أمام حسام الدين الصهاجي. اللعبة فريق المغرب التطواني كل أوراقه بإدخال حسام الدين الصهاجي ومهدي الباسل. محاولا تعديل الكفة عن طريق هذين المهاجمين بتجربة كبيرة مرة مهدي الباسل و حسام الدين الصهاجي، مجموعة من الأندية الوطنية، بالتالي تجربة كبيرة للاعبين. كرة في الجهة اليسرى خطيرة، خطيرة فريق مرمى التطواني، تنفذ كرة خطيرة، يتدخل الدفاع وضربة زاوية، ضربة ثابتة أخرى لفريق المغرب التطواني. صعود طوال القامة حسن بوزكر ومحمد أبرهون، ضربة زاوية، ضربة زاوية
التكتل الكبير للاعبي المغرب التطواني، كذلك الامر بالنسبه للاعبي فريق وداد فاس في مربع العمليات. نفذ الكره من دانيال اكيدو، اكيدو نفذ الكره فقط ضعيفه ارضيه، تدخل الدفاع مبعدا الكره للتماس، لم تستغل الضربه الثابته. التماس لصالح فريق المغرب التطواني دائما، في حال انهى فريق وداد فاس لقاء اليوم متفوقا سيرفع رصيده ل 22 نقطة، ورصيد سيكون محترما جدا خصوصا الظروف التي عاشها الفريق مؤخرا، وكذلك بالنظر للدورات القليلة المتبقية خطيرة، أحد اللاعبين سقط على الأرض. تدخل طاقم الطبي لفريق وداد فاس، التدخل يجب ان يكون سريعا. أميل شهاب هو من اصيب، اتمنى الا يصاب اصابة بليغة هذا اللاعب وبقية اللاعبين أيضا. مشهد نتمنى ألا نراه مجددا في ملاعبنا الوطنية. ولله الحمد اللاعب أميل شهاب وقف سليما معافى ولله الحمد. على اي سنتابع اللقاء، سنتابع المباراة، ربما غاب عن الوعي أميل شهاب لحظات قليلة قبل ان يعود مجددا لكامل عافيته، وسيواصل بقية المباراة مع زملائه في اللقاء القوي والهام الذي يجمع فريقه الوداد الفاسي بالمغرب التطواني. نفذ الكره وتلعب مره اخرى لصالح فريق المغرب التطواني، تقطع الكره لصالح وداد فاس بريغل في الجهه اليمنى، يبحث عن التمريره وداد عبد الرحيم سعيد يمرر منتصف الملعب الوادي، يمرر لعدنان الوردي كبير الوادي، وعندنا الوردي ثنائي خطير جدا يصوب فريق وداد فاس. وبعد الكرة تماس، يقول حكم اللقاء الحكم المساعد صالح المغرب التطواني تلعب الكرة بسرعة منتصف الملعب، خضروف خضروف في اتجاه صاجي، تقطع الكرة من شكلت الجناتي، الكرة في الجهة اليمنى، ما زالت بحوزة لاعبي فريق وداد فاس. تنفذ الكرة مرة خطيرة، لم تكن متابعة جيدة من عبد الكبير الوادي، ما زالت الكرة خطيرة لصالح فريق وداد فاس. الجناتي مرة أخرى، لكن الكرة بين يدي عزيز الكناني، الجناتي على الأرض، توقف آخر باللقاء. جناتي على الأرض، جناتي
ستتواصل المباراة لداعي لإذاعة الوقت من دون سبب وجيه. تقديم الأداء الجيد ما تابعنا من طرف فريق وداد فاس يشفع له بالنتيجة المحققة لحد الساعة، وبالتالي لا داعي لأن يتسبب أحد اللاعبين في أمور بعيدة كل بعد عن منطق اللعبة ومنطق الأخلاق القرية. الكرة في أو قريبة من 4 عمليات الوداد فاس، ضربة خطأ خطيرة جدا على مشارف مرمى محمد أمين البرقادي بعد سقوط وسام البركة، لاعب متحرك متميز. خطأ خطيرة، 5 لاعبين أو 4 لاعبين كجدار فاصل تنفذ الكرة، يتدخل من البر لحسن حظ من البرقادي، الكرة كانت قريبة من مكان تموقع الحارس، كانت تنفيذة أو تسديدة وتنفيذ جيد لحسام الدين صهاجي لاعب سابق لرجاء والأولمبيك آسفي، ضربة زاوية زاوية لصالح المغرب التطواني. خدروف يمرر خطيرة، الكرة تدخل من شاب أكيدو، يعيد الكرة للكناني، كناني ينفذ في اتجاه المهاجمين، تقطع الكرة، تحول لصالح أميل شاب في الجهة اليسرى، مرر أميل شاب، تقطع الكرة وتماس لصالح فريق وداد فاس. أميل شاب ينفذ التماس، تقطع الكرة، عود مرة ثانية فقط خارج رقعة الملعب، ضربة مرمى لصالح فريق المغرب التطواني. عزيز الكناني في التنفيذ دائما، عزيز الكناني الحارس لفريق مدى اليوسف وهو الفربان، تواجد بدلاء العاصم كحارس ثالث من 94 حال من فريق القليل الجح عبر المركز الطريق سوا. صلاح الحق حارس الملك يشرف على الفريق الوطني، وداد كبير على المد مره اخرى. لفت الكناني تجاوب امير شبيه، تدخل بالراس كيدو، يعيد الكره، صراع كبير الان بين لاعبي الفريقين. فريق وداد فاس يحاول الحفاظ على النتيجه، الثاني كيل لتأمينها ثم يتعامل مع رغبه بالعوده تجاه هدف التاحت عن هدف الامدو في يبحث كره لعدنان العزكاني مع الجوله ولا محاوله ضربه خام مصنعه الفريق، بينما يظهر بان فريق وداد فاس عازم كل العزم على انهاء اللقاء متفوقا. نفذ الكره، انهاء اللقاء بالتفوق يعني صعود صاروخي لصح القول لفريق وداد فاس في سلم الترتيب، سيتحول رصيده من 19 نقطة إلى 22 نقطة ويجاور بذلك أندية أولمبيك ربكة وشباب الريف في الرتبة 10 على بعد نقطة واحدة من صاحب الرتبة 9 ونقطتين من صاحب الرتبة 8، إذن الأمور ستكون أكثر من رائعة بالنسبة لفريق وداد فاس، فقط إدامة أن المباراة متفوقا وحملات تلو الأخرى لصالح
فريق المغرب التطواني خطورة وخروج ربما غير مدروس للمرة الثانية من الحارس محمد أمين البرقادي. وزاوية أخرى لصالح المغرب التطواني الآن. تنفذ ضربة الزاوية الآن، تنفذ الكرة خطيرة، تبعد الكرة. عدنان الوردي، رفيجة اليمنى الكبيرة الوادي عدنان الوردي للوادي مرة أخرى. تمرير لكن فقد التوازن أحد اللاعبين، وبالتالي الكرة ضاعت، تحولت لضربة خطأ لصالح فريق المغرب التطواني. خطأ لصالح مهدي البسل. لم نتابع ذلك الاندفاع والرد فعل القوي من طرف فريق المغرب التطواني عكس ما نتابعه الآن. اندفاع كبير واضح لفريق الوداد فاس. سعد كبير الوادي حاول مراوغة عبرهون، تقطع الكرة وتماس لصالح وداد فاس. أميل شاب ينفذ التماس. لا شيء يقول حكم اللقاء، طالب ويطلب بتنفيذ ضربة المرمى. عبرهون بوشة، بوشة محاصر، ينزل يمرر، تضيع الكرة، تعود مرة أخرى للاعبي فريق وداد فاس وتماس آخر لوداد فاس. بذكاء يخوض لحد الساعة فريق وداد فاس الجولة الثانية. ذكاء وترتيب وتكتيك وشكلة عفوا تحسب لمجهود اللاعبين وايضا تحسب بشكل كبير للمدرب شارل روسلي. سعيدي اللي دعا الكره لجانتي مره اخرى، يمرر الجهه اليمنى لبريغل. جانتي سيسدد تسديده قويه خارج ارضيه الملعب. ضربه مرمى لفريق مغرب التطواني. ونحن سندخل العشرين دقيقة الأخيرة من المباراة. دائما فريق وداد فاس متفوق بهدفين لهدف. عزيز الكينا ينفذ ضربة المرمى، تنفذ الكرة لاستقبال دافع فريق الوداد الفاسي وتماس لصالح مغرب التطواني. تنفذ الكرة بسرعة مهدي البسل، تقطع الكرة، هدى في الجهة اليسرى يمرر. جاناتي يمين الشاب، ميل شاب يمرر في اتجاه كبير الوادية، تدخل بويزاكار. مهدي البسل للجهة اليمنى، صهاجي يعيد الكرة لبوشة، تقطع الكرة من بوشة، تعود لكيدو بسرعة لأبرهون، أبرهون لبوشة، بوشة لخضروف، خضروف غير للجهه اليمنى فقط، تماس لصالح فريق الوداد الفاسي. اعلى درجات التركيز والجاهزيه البدنيه مطلوبه للفريقين من اجل انهاء اللقاء بنفس الايقاع الذي انطلق به. أبرهون لبوشة الآن في الجهة اليمنى، مهدي البسل يحصل على ضربة خطأ،
فدر كرة بسرعة هدروف، كرة خطيرة لصالح فريق المغرب التطواني، خطيرة كرة خطيرة، يتدخل الدفاع بعد محاولة التسديد، تعود الكرة مرة أخرى المغرب التطواني، هدروف نان الوردي يلتقي في الكرة يبحث عن المساندة ويبعد الكرة للتماس من أجل إسعاف أحد لاعبي فريق وداد فاس. هدفين لهدف وإصابات كثيرة بصفوف اللاعبين. تابعنا عفوا خروج اضطراري للاعبين لعبد الحق المازيني ومحمد طه عمارة من صفوف فريق وداد الفاسي. والآن أعتقد الجناتي محمد الجناتي على الأرض بعد اصطدام مع سمير كيزاني. بطبيعة الحال الشفاء العاجل للاعب، ونتمنى لا تكون الإصابة بليغة، لكن لا يظهر الأمر كذلك من خلال اللاعبين وأيضا من خلال طبيب الفريق ميلود كارتي، وتغيير أيضا بصفوف فريق المغرب التطواني. إذا كان فريق المغرب التطواني يغير من أجل الشاكلة فكل اضطرارات أو كل تغييرات هي اضطرارية بالنسبة لفريق الوداد الفاسي. تغييرين اضطراريين تابعناهما خلال الجولة الأولى، وتغيير آخر الجناتي الذي دخل كبديل لعبد الحق المازيني سيغادر الآن. استعد اللاعب محمد زغينو من صفوف المغرب التطواني الدخول، سيدخل بديلا لكيدو دانيال. زغينو بديلا لكيدو دانيال، سننتظر من سيدخل بديلا لمحمد الجناتي. إذن زكريا الشعباني سيكون البديل لمحمد الجناتي. عيش الدقيقة 74 من عمر الجولة الثانية والمباراة دائما وداد فاس متفوق بهدفين لهدف على حساب فريق المغرب التطواني في ثالث أو رابع مباراتهم الأسبوع 21 من الدوري المغربي للمحترفين، الذي انطلق السبت بمباراة أولمبيكا سافي النادي المكناسي. تفوق أولمبيكا سافي بثلاث أهداف لهدفين. رجاء بني ملال تعادلت في ميدانها اليوم أو اليوم فعلا أمام فريق أولمبيك خورغان بدون أهداف، ونهضة بركان تفوقت على شباب الريف بهدفين لهدف. ولحد الساعة وداد فاس متفوقة بهدفين لهدف على حساب المغرب التطواني. وغدا الرجاء بعد عودتها من المنافسة العربية تعود لأجواء الدوري باستقبال فريق حسنية أكادير في انتظار دائما ثلاث مؤجلات عن الجولة 21، وهي نادي القنيطرة الجيش الملكي، الدفاع الوداد، والفتح الرياضي المغرب الفاسي. تماس لوداد فاس، أميل شاب في اتجاه كبير الوادي، وهذا اللاعب البديل الشعباني عمل لفريق المغرب التطواني في الجهة اليمنى. مهدي المسال يراوغ، خطير اللاعب، يسرع في التنفيذ، يمرر لحسام الدين الصهاجي، تمرر الكرة خطيرة على مرمى فريق الوداد الفاسي. سوء تقدير من لاعب ومهاجم المغرب التطواني، كاد أن يكلف الوداد الفاسي هدف. تمرر الكرة في اتجاه عدنان الوردي، لكن الكرة بين يدي عزيز الكيل. ربع ساعة عند نهاية المباراة، و
ومحاولات تلو الأخرى من طرف فريق مغرب التطواني يبحث عن الوصول بأسرع وقت لمرمى من البرقدي من أجل تعديل الكفة أولا. دائما فريق وداد فاس يلعب بطريقة منظمة، عاد نوعا ما للارتكان لخطوط الدفاع ووسط الميدان مع ترك المجال للاعبين فقط في خط الهجوم. كرة خطيرة فريق المغرب التطواني، لا يوجد تسلل، مراوغة أولى ثانية ثالثة والكرة خارج المرمى، ضربة مرمى لصالح فريق المغرب. هدف محقق يضيع على فريق المغرب التطواني. تسلل أو لم يكن هناك تسلل، سمير كيزاني راوغ وضيع هدفا محققا على فريق المغرب التطواني. ضربة مرمى تنفذ من أمين البقادي بسرعة جعلنا الوردي، تدخل برهون، برهون مرة أخرى في المنتصف، أبرون يعيد الكرة للاعب الوسط، تقطع الكرة، تحول لحملة لفريق وداد فاس، تمرر الكرة خطيرة خطيرة، تدخل الدفاع، كرة سريعة جدا تلعب من لاعبي ومهاجمي فريق وداد فاس في مربع عملية المغرب التطواني، بايور بك الدفاع، خطيرة الكرة، تدخل أميل شاب أول لاعب شعباني البديل. تماس لصالح فريق وداد فاس الآن، الإيقاع يرتفع بين كل حين أثناء الهجمات المرتدة بالخصوص من الجانبين. نفذ ضربة التماس ومرر الكرة، عزيز الكناني في المربع، سهل يمرر اللاعب بوشتا، كرة لصالح وداد فاس يقول الحكم المساعد. أمير الشاب دائما في تنفيذ الكرات، جهة اليسرى تنفذ الكرة، عدنان الوردي يتابع الكرة، خطيرة خطيرة، لكن عزيز الكناني يتدخل، حملة أخرى لفريق المغرب التطواني، اتجاه سمير كيزاني يتدخل بريغل، يبعد الكرة بكل قوة خارج حدود الملعب ككل، وكان عبد الرحيم شكلت عميد الفريق. ثلاث نقاط اليوم هي بقيمة كبيرة جدا، ثمينة قد لا تقدر بثمن بالنسبة لفريق الوداد الفاسي، قد تكون ثلاث نقاط محورية فيصلية في عمر الفريق هذا الموسم كأحد أطراف الدوري المغربي للمحترفين. في التماس دائما فريق وداد فاس، سندخل العشر دقائق الأخيرة من المباراة، تمرر الكرة في اتجاه عدنان الوردي، خروج عزيز الكناني، يبعد الكرة لتماس، مجهود بدني كبير بوذيلا من اللاعبين خلال مباراة اليوم، زيادة على الأرضية المبللة ما يجعلها ثقيلة وتتطلب عادة الاندفاع والجهد المضاعف. بن شاب يتدخل مرة أخرى، يخرج الكرة أمام مهدي المسل،
مرحبا للفريق المغرب التطواني. دروف يغير لمهدي البسل، بسل يضع الكرة أمام زغينو، الجهة اليمنى مهدي البسل سيمرر خطيرة مر أمام المدافعين والمهاجمين. اتجاه كبير الوادي تقطع من حسن بوزكان. حمله اخرى فريق خطيره لخضروف، خطيره لصالح خضروف، كانت فرصه مواتيه لفريق المغرب التطواني اجل تعديل الكفه. ضيع الكره مرمى تنفذ من طرف امين البوقادي في منتصف الملعب. باسل يتدخل، صهاجي يعيد الكره لمهدي الباسل في الجهه اليمنى، تعود الكره لزغينو، زغينو لبوشا وتماس لصالح وداد فاس. عدنان الوردي مرر في اتجاه كبير الوادي، تسلل يقول حكم المسلم. تقريبا في حدود المدافعين ايضا سلل عبد الكبير الوادي في اللقطه الاخيره. الأخطاء كما نقول دائما واردة في مباريات كرة القدم، واردة من الحكام. أمين البقادي يمرر جاء السعيدي مر لحسن بوزكار، يعيد الكرة خضروف، أبرهون يبعد الكرة تجاه المهاجمين، تدخل شكلات، شكلات والكرة يبعد شكلات الكرة للتماس، تماس لصالح فريق المغرب التطواني. يضغط الفريق التطواني الآن محاولا العودة في النتيجة، لكن يأخذ حذره كما نتابع من الحملات المرتدة السريعة والخطيرة من لاعبي فريق وداد فاس. ريرا لكن يتدخل أمين البرقادي. مرر في اتجاه المهاجمين فقد تجد مرابط. ترى كرة لفريق الوداد الفاسية، تدخل أبرهون، حملة أخرى للمغرب التطواني بداية من خطوط الدفاع. مهدي الباسل جاء حسام الدين الصاجي بين ثلاث لاعبين، صعب أن يتفوق على الثلاثة، وضربة خطأ لصالح وداد فاس. خمس دقائق على نهاية الوقت القانوني من اللقاء، دائما نتفوق وداد فاس بهدفين لهدف. نفذ الكرة عدنان الوردي، دائما عبد الكبير الوادي في هجوم، في خط هجوم فريق وداد فاس. بس لصالح فريق وداد فاس، يلعب من أمير شهاب دائما
لعب الكرة عندنا الوردية تدخل خضروف عبد العظيم خضروف يتدخل اللحظة صغينو الآن يبعد الكرة في اتجاه لاعبي المنتصف الكرة على الأرض الآن تنفيذ ضربة خطأ لصالح المغرب التطواني حسن بوزكان يسوق الشافي الجهة اليمنى باسل صغينو يصبوشة للباسل باسل مرة أخرى يراوغ حاول التمرير أو المراوغة يفضل المراوغة يمرر الآن شكاليت يتدخل شعباني شكاليت شكاليت للتماس أحد لاعبي الوداد الفاسي على الأرض واللاعب تاج الدين منور خروج اللاعب تاج الدين منور أجل إتمام الإسعافات الأولية شاب يلعب ضربة التماس عدنان الوردي يعيد الكرة فقط لاعبي المغرب التطواني خطيرة كرة تقطع لحسن حظ الوداد الفاسي يفتكر اتجاه كبير الوادي تدخل عزيز الكناني أدروف حول الكرة لحملة مرتدة لفريق وداد فاس بالشاف في الجهة اليسرى يمرر اتجاه عبد الرحيم السعيدي عبد الرحيم السعيدي الكرة في التماس تقول الكرة على اللاعب التماس فريق المغرب التطواني يوسف بوشا يتكلف بالتنفيذ تقطع الكرة عدنان الوردي جميل شاب تماس للمغرب التطواني يوسف بوشا هدي الباسل حسام الدين الصهاجي يمرر خطيرة الكرة خطيرة خطيرة زي فريق المغرب التطواني خطيرة الكرة كانت لكن لحسن الحظ تدخل الدفاع أمام وسام البركة تحضير جيد من وسام البركة لكن الدفاع يتدخل وضربة زاوية الآن فريق المغرب التطواني تنفذ الضربة الآن ضربة الزاوية تنفذ الكرة يتدخل الدفاع تمرير في اتجاه كبير الوادي تدخل وحملة أخرى لفريق وداد فاس خطيرة الكرة يتدخل بوشة لكن الكرة في التماس تماس آخر كرات كثيرة متوقفة في لقاء اليوم تهدي المنور يلعب التماس الكرة منطقة المغرب التطواني خطيرة تمريرة خاطئة والحكم يعلن قبل ذلك عن ضربة خطأ لصالح فريق المغرب التطواني خضروف يمرر في اتجاه خط الهجوم تقطع الكرة من رشيد بريقل يتدخل الحكم وأعلن عن ضربة خطأ لصالح مغرب التطواني خضروف يمرر خطيرة كرة اتجاه وسام البركة تقطع من الدفاع تحول لحملة في الجهة اليمنى لفريق الوداد الفاسي خطيرة الكرة خطيرة الكرة خطيرة من عبد الكبير الوادي عبد الكبير الوادي يمرر يحتفظ بالكرة يحصل على ضربة كبير الوادي إذا وصل نفس العطاء نفس الجهد سيتحول لأحد أبرز لاعبي الدوري المغربي المحترفين لاعب جيد بإمكانيات تقنية عالية جدا
يعول عليه الشار روسلي بإرباك خطوط الدفاع الفرق الخصمة، وأربع دقائق كوقت بدل ضائع. نتابع عطاء الفريقين في الدقائق الأربعة الإضافية، قبل ذلك سنتابع ضربة الخطأ ستنفذ اللحظة من عبد الرحيم شكليت أو أمين الشاب. أمين الشاب ينفذ قوية لكن خارج حدود المرمى عزيز الكناني. تكلف عزيز الكناني لوحده جلب الكرة. على أيه تنفذ ضربة المرمى، لا ندري لما يتم جلب الأطفال جميع الكرات. إذا كان كل لاعب سيتكلف بجلب الكرة لوحده وهي أمور من المفروض أن لا نعلم اللاعبين الصغار والناشئة مثل الأمور التي تبقى في كل الأحوال بعيدة عن الروح وجوهر كرة القدم، وكل الرياضات تبقى أولا وآخرا لعبة فقط فيها منازم ومنتصر. كرة صالح فريق المغرب التطواري الآن، هدي الباسل لخضروف، خضروف لحزام الدين صاجي، وراوغ صاجي تدخل الدفاع، حسام البركة وزغينو يراوي تدخل شكليت، ضربة خطأ في مكان مناسب، ورقة صفراء أيضا ليوسف المقبول. يوسف المقبول تدخل قوة أمام زغينو، وبالتالي ضربة خطأ ورقة صفراء يوسف المقبول. ضربة ثابتة امتحان كما قلت لحراس المرمى. تنفذ من حسام الدين صاجي. حسام الدين الصهاجي أمام خمسة مدافعين، حارس مرمى أمين البرقادي. تنفذ الكرة لكن تمر سلاما على مرمى فريق وداد فاس. تسير المباراة نحو تفوق الوداد الفاسي بهدفين لهدف. تكون أغلى ثلاث نقاط في مسار فريق وداد فاس هذا الموسم. ستلعب كثيرا لجانب الفريق، وبالفعل يعلن حكم اللقاء نور الدين إبراهيم عن نهاية المباراة بتفوق وداد فاس بهدفين مقابل هدف. قلت ثلاث نقاط هامة جدا في مشوار فريق الوداد الفاسي. كان معكم في تعليق خالد تخمان. دمتم في رعاية.